ومشاهدينا الكرام ومتابعة لآخر الأخبار بشأن الأمطار الطوفانية التي اجتاحت مدينة جيجل وتسببت في إغراق عدد من الأحياء هناك. أربط الاتصال هاتفيا مباشرة مع الرائد صالح العرج المكلف بالإعلام لمصالح الحماية المدنية بولاية جيجل. سيدي الرائد، ما هي الحصيلة التي خلفتها الفيضانات أو الأمطار الطوفانية في المدينة؟ شكرا. على كل، على إطر تساقط كمية هائلة من الأمطار على مستوى 12 ساعة، يعني 146 ملم، أدى إلى تجمع المياه وفيضان وادي القنطرة ببلدية جيجل ووادي سسيس ببلدية الطاهر. على هذه الكارثة، تم وادي القنطرة على مستوى بلدية جيجل تم جلب وجرف 18 شاحنة، 18 شاحنة 11 نفعية وسبعة سياحية، وأوصلها حتى مدخل الجسر، وبعدها تم التراكم عليها من طرف الأوحال والأوساخ، مما أدى إلى انسداد مجرى الواد، حيث أصبح الواد يمر فوق الطريق، مما أدى إلى انهيار جزء للطريق، وأصبح الطريق المزدوج للمدخل الشرقي لبلدية جيجل غير عملي. المحطة سيدي، سيدي الرائد، يعني لحد الآن مجرد خسائر مادية والحمد لله على سلامة الأرواح. على كل، فيما يخص التدخلات البشرية، عندنا 18 تدخل كان حرج، ولكن الحمد لله ولا صرات ولا ضيقة، نعم يعني ما كان حتى خسائر بشرية الحمد لله. سيدي الكريم، وموفقون في جهودكم لاحتواء الوضع. شكرا لك على هذه المداخلة القيمة. وبذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام برنامج هذا الصباح.